أسامة الباز يعني كان بما كبير. كان يتميز دكتور أسامة الباز، لأنه فعلا يعني لدى كل المصريين أعتقد أنه يعني في موقع جميل جدا. يعني شوفي كان متواضعا للغاية، يعني يغشى الأسواق. رحنا في سوريا قال لي تعال روح سوق الحميدية، الناس عرفته وهللوا حوالينا. لما نيجي نخش المطارات عايزين نروح الفي اي بي روم وبتاع ناخد نشرب حاجة بتاع، لك لا 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 امشي معايا انا في الطريق العادي زي كل الناس. وساعات يركب تاكسيات. وكان كتوم فيما يجب أن يكون فيه كتوما هادئا. يعني أنا أذكر له كل شيء طيب في حياتي ولا زلت أتذكره دائما في كل المناسبات.